السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم يا جماعة من جديد. عشان نبدأ كده الفيديو إن شاء الله بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام محمد. المهم يا شباب، دلوقتي في مبنى جديد اسمه الرادار أو شاحنة الرادار، تمام؟ دلوقتي طبعا أنا فعلتها، طبعا الكل طبعا بيتساءل هي مفيدة في ايه او هي بتعمل ايه او فيها ايه. فانا دلوقتي اقول لكم، يعني انا وصلت دلوقتي لمستوى الرادار مستوى 3. طبعا المهام بتزيد، يعني ليفل 1 تقريبا بتبقى مهمة، ليفل 2 بتبقى مهمتين، ليفل 3 3 مهمات، يعني انت 4 مهمات تقريبا. المهم دلوقتي طبعا بيجي صناديق دولت، تمام؟ في هنا بتجيب الحاجات ديت برضو ان انت بتشتريها كل يوم، تمام؟ دي برضو مفيدة جدا. صندوق الكيميائي وقوات مفاعل كيميائية، وفي برضو ديت برضو هي جات لي هي أول ما لفلت 3، طبعا 100 ماس جميلة جدا يعني، تمام. دلوقتي طبعا نروح داخل فيها، هنروح ضارب ونشوف دي محتاجة ايه. طبعا دي فاضل 3 دقايق بس. دي ايه برضو طبعا عشان نجيب المستوى ده، هعمل ده كده تك 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 بوم، بس كده. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط، بس احسن حاجة ان فيها هدايا حلوة، فيها هدايا جميلة. وكل طبعا ما تعمل ايه، كل ما تعمل هدايا، بص كان في ليفل 1، بص كل ما تعمل مهمات هتلفل، هتطلع بالمستوى، تمام يا شباب؟ ده برضو فاضل له دقيقتين، تمام. المهم انا كده هعمل بقى فيديو تاني ان شاء الله عن الأبدية، الحرب الأبدية، الأرض الأبدية. هعمل لكم فيديو طبعا منفصل عن الفيديو دوت، استنونا في الحلقة القادمة. ما تنسوش طبعا اللايك، واعملوا كده مشاركة، وظبطوني كده يا جدعان، ظبطوني يعني، ظبطوا التفاعل بتاعي يعني، وننزل بقى فيديوهات بقى ونقطع الدنيا كده. اشتري رجالة حبايبي، يلا تصبحوا على خير.